بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 14. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد سبق الكلام في الدرس السابق عن الصلوات الخمس، ويكون كلامنا الآن عن صلوات النوافل، فإن كل فريضة من أركان الإسلام الخمسة لها نافلة من جنسها. الصلوات الخمس لهن نوافل من جنسهن، الزكاة لها نافلة وهي صدقة التطوع، الصيام له نافلة وهو صيام التطوع، الحج والعمرة لهما نوافل وهو حج التطوع وعمرة التطوع، وذلك لأن المسلم بحاجة إلى الزيادة من الخير، وأيضا يكون في فرائضه التي أداها يكون فيها نقص، يعتريها نقص ونقص كثير، فهو بحاجة إلى النوافل لأجل أن يكمل ما في الفرائض من نقص. و لا شك أن الفرائض هي الأصل، ولا تقبل النوافل إذا ضيعت الفرائض. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء، ترددي في قبض عبدي، قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. الشاهد من هذا الحديث أن أحب شيء إلى الله من العبادات هو الفرائض. أحب العبادات إلى الله الفرائض، ثم من بعدها النوافل. فالصلوات الخمس هناك نوافل من الصلوات، وهي على قسمين: سنن مؤكدة وسنن مطلقة. سنن المؤكدة هي صلاة الكسوف، صلاة الكسوف سنة مؤكدة،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم، خرج إلى المسجد يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، ثم صلى لأصحابه صلاة الكسوف جماعة. فأفضل الصلوات النوافل ما تشرع له الجماعة مثل صلاة الكسوف، ثم صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء أيضا تشرع لها الجماعة عندما يحصل الجدب وانحباس المطر، فإن الله جل وعلا شرع لعباده صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، لأن يخرجوا إلى مصلى في الصحراء ويصلوا ركعتين، يصلوا ركعتين جماعة خلف الإمام، ثم يخطب خطبة واحدة يدعو فيها وهم يؤمنون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عندما تجدب الأرض وينحبس المطر. ثم صلاة التراويح، أيضا صلاة التراويح تشرع لها الجماعة فهي سنة مؤكدة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي، ثم إنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم صلاها المسلمون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون يصلون صلاة التراويح في المساجد في رمضان، فهي سنة مؤكدة. ثم صلاة الوتر، صلاة الوتر من الليل، لأن الوتر سنة مؤكدة، بعض العلماء يرى أنه واجب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن، حث صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الوتر لا حضرا ولا سفرا، وأقل الوتر ركعة، وأكثره 13 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات. هذا هو الوتر، ويكون في الليل. وإن صلى قبله من النوافل من صلاة الليل، قيام الليل، صلى قبل الوتر ما تيسر فذلك خير، ويختم قيامه بالوتر.
سواء من أول الليل أو من آخر الليل، وآخر الليل أفضل لمن يثق بقيامه، الوتر في آخر الليل أفضل لمن يثق بقيامه قبل طلوع الفجر. أما من لا يثق بقيامه فإنه يوتر أول الليل، وإن قدر أنه يقوم آخر الليل فيصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول، يكتفي بالوتر الذي في أول الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه يسهر على حفظ الحديث فينام في آخر الليل، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام محافظة على الوتر. ثم الرواتب التي مع الفرائض، صلوات الرواتب التي مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر أو أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر أو أربع ركعات بعد الظهر، هذا أفضل، وركعتان بعد المغرب وركعتان قبل صلاة العشاء وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر، هذه هي السنن الرواتب، هذه هي السنن الرواتب التي مع الفرائض، هذه سنن مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يتركها، بل عليه أن يحافظ عليها مع الفرائض كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصلوات المستحبة، الصلوات المستحبة، صلاة الضحى، صلاة الضحى ووقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن تتوسط الشمس في كبد السماء قبيل الظهر، إلى أن تتوسط الشمس على الرؤوس قبيل الظهر، هذا وقت صلاة الضحى واسع في أي وقت منه صلاها، في أوله أو في وسطه أو في آخره، لكن تأخيرها إلى قبيل الظهر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فصال صغار الإبل، ترمض يعني تصيبها الرمضة حرارة الشمس، وذلك آخر الضحى، آخر الضحى، هذا أفضل. وإن صلاها في أول الوقت إذا ارتفعت الشمس أو في وسطه فالأمر واسع، وأقل صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، كل ركعتين بسلام يعني أربع تسليمات، ثم ذوات الأسباب، ذوات الأسباب مثل ركعتي الطواف، إذا طاف المسلم بالبيت سواء فريضة أو نافلة
سواء كان طواف فريضة كطواف العمرة، طواف الحج، أو نافلة كالطواف الزائد عن طواف الفريضة أو طواف عن طواف العمرة أو طواف الحج، فإنه يصلي ركعتين بعد الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. وقد فعلها صلى الله عليه وسلم، إنه لما طاف بالبيت طواف العمرة أو طواف الحج أتى عند مقام إبراهيم وقرأ قوله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. وكذلك من السنن ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود أسبابها تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تحية المسجد سنة مؤكدة لمن يريد الجلوس في المسجد، إذا دخله يريد الجلوس فإنه يصلي ركعتين قبل الجلوس لأمره صلى الله عليه وسلم. أما إذا دخل المسجد مارا أو لأخذ حاجة ولا يريد الجلوس فإنه لا يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس، دل على أن تحية المسجد مشروعة في حق من يريد الجلوس. ومن السنن أيضا ذوات الأسباب، منها سنة الوضوء، إذا توضأ المسلم فإنه يستحب له أن يصلي ركعتين، يسميان سنة الوضوء. حديث بلال رضي الله عنه: فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع صوت بلال يمشي أمامه في الجنة، فسأله فقال: ما أعرف أو لا أعلم شيئا إلا أنني كلما توضأت وضوءا صليت بعده ركعتين. فدل هذا على استحباب سنة الوضوء. وكذلك من ذوات الأسباب صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فرض كفاية، صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركها الكل أثم، لا بد من صلاة الجنازة. لكن إذا صلى على الميت، إذا صلى على الميت مسلم ولو واحد، فإنه يسقط الفرض وتبقى في حق الباقين سنة أن يصلوا عليه. هذا فرض، معنى فرض الكفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا فعله بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا. وكذلك صلاة العيدين، صلاة العيدين فرض كفاية أيضا عند الجمهور، فرض كفاية بمعنى أنه لا بد من وجودهما
وإذا فعلهما بعض المسلمين في البلد سقط الإثم عن الباقين، يبقى في حقهم سنة حق الباقين. فهذه كلها نوافل، منها ما هي نوافل مقيدة بأوقات أو بأسباب، مقيدة بأوقات أو بأسباب كما بينا، ومنها ما هي نوافل مطلقة. وأفضل النوافل المطلقة صلاة الليل، أفضل النوافل المطلقة صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة الليل، وأيضا هو صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صلاة الليل، حتى في السفر كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وهو راكب على راحلته أينما توجهت به، محافظة على صلاة الليل. فينبغي للمسلم أن يجعل له نصيبا من صلاة الليل ولو قل، وإذا أكثر فهو أفضل، لكن لا يفلس، من صلاة الليل، خصوصا في آخر الليل وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، كما صح في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ينبغي للمسلم يكون له نصيب من صلاة الليل ولو كان قليلا، يحافظ عليه، ولو قليل. أما أنه يجتهد في بعض الليالي ويكثر من الصلاة في بعض الليالي ثم يترك الصلاة الليل وينام ولا يحافظ، فهذا لا ينبغي للمسلم، ينبغي أنه لا تمر ليلة إلا ويصلي صلاة الليل فيها ولو كان قليلا، يحافظ على صلاة الليل. وصلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، يعني يسلم من كل ركعتين، ويختم صلاته بالوتر، قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يختم بالوتر. أما الوتر فلا ينبغي أن يتركه، سنة مؤكدة، لكن إذا قدم قبله صلاة من صلاة الليل فهذا أفضل، وإلا على الأقل الوتر لا يتركه، صليه كل ليلة لأنه سنة مؤكدة. بعض العلماء يرى أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتأكيده على ذلك. ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه النوافل، فإذا حافظ عليها مع الفرائض فإنه يحصل على خير كثير من الله سبحانه وتعالى. حافظ على هذه النوافل لأنها زيادة خير له في ميزان حسناته يوم القيامة، ولأنها تكمل بها الفرائض، ولأنها تسبب محبة الله لعبده: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فهي سبب لنيل العبد محبة الله له
وهذا فضل عظيم، لأن بعض الناس يزهد في النوافل ويقول ما دامت ما هي واجبة فأنا لا أفعلها، إذا حافظت على الفرائض يكفي. بعض الناس يقول كذا، نعم إذا حافظ على الفرائض يكفي، ولكن هو بحاجة إلى النوافل لكثرة ذنوبه، كثرة سيئاته، ولأنه يعتري الفرائض نقص كثير، فلا بد أن يكون له رصيد من النوافل يكمل به ما نقص من الفرائض. الصلوات النوافل فيها خير كثير، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: إن قوما يقولون لا نبالي إذا صلينا الفرائض ألا نصلي النوافل. تقول: بلغني أن قوما يقولون لا نبالي إذا أدينا الفرائض ألا نصلي النوافل. ثم قالت رضي الله عنها: ما أنتم إلا من نبيكم، وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وكان إذا عجز إذا مرض وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. كان إذا مرض عليه الصلاة والسلام أو كسل صلى قاعدا، ولا يترك صلاة الليل ولو يصليها وهو قاعد، من حرصه صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول القيام. فقيل له: لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يترك قيام الليل، فكيف بنا نحن المقصرون المفرطون؟ كيف بنا؟ سيئاتنا كثيرة، وتساهلنا حتى في الفرائض تساهلنا كثير حتى في الفرائض، فنحن بحاجة إلى الإكثار من النوافل ليكون رصيدا لنا عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. فضيلة الشيخ، كثير من الإخوة يصدر سؤاله بقوله:
أشهد الله أني أحبك في الله. أما السؤال الأول فيقول صاحبه: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، نرجو نصيحة للشباب الذين يمتنعون عن صلاة التراويح ولكنهم يشغلون المصلين بمحاكاتهم وضحكهم واجتماعهم قريب من مكان الدرس وإشغال المسلمين، نرجو النصيحة للجميع وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا خطأ كبير، أن المسلمين يصلون وهؤلاء منعزلون عن المسلمين، هذه مخالفة للمسلمين، ولا ينبغي للإنسان أنه يخالف. إذا كان لا يريد الصلاة معهم يخرج من المسجد، يخرج يروح لبيته أو إلى سكنه، أما أنه يبقى الناس يصلون وهو يجلس مع أمثاله ويتحدثون، هذا حرمان ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا سيما وأن هؤلاء ينتسبون إلى طلب العلم، وطالب العلم ينبغي أن يكون قدوة، يكون قدوة، يعني العوام خير منه، العوام يحافظون على الصلاة مع المسلمين وعلى صلاة التراويح وعلى القيام مع الإمام حتى ينصرف، وهؤلاء طلبة علم وينعجلسون، مظهر سيء وقدوة سيئة، فيا لا يليق هذا بطالب العلم. يعني هل هؤلاء هداهم الله؟ هل هم في غنى عن الأجر؟ هل هم في غنى عن الثواب؟ لا شك أننا أحوج الناس وأفقر الناس إلى الأجر وإلى الثواب، فلماذا نحرم أنفسنا من هذا الأجر وهذا الثواب؟ صلاة في رمضان، صلاة مع المسلمين، صلاة في المسجد الحرام في ليالي رمضان ونحرم أنفسنا منها، هذا حرمان عظيم وجهل، هذا جهل، جهل عظيم منهم، وإن كانوا يزعمون أنهم طلبة علم، أين العلم؟ العلم لا بد له من عمل، وطالب العلم ينبغي أن يكون سابقا إلى الخير ويكون قدوة في الخير، ولا يكون قدوة في الكسل وقدوة في الضحك والجلوس والناس يصلون ويتهجدون ويتضرعون إلى الله ويدعون الله وهو منعزل وجالس، هذا حرمان عظيم ومظهر سيء وسبه على طلبة العلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعت أن هناك كسوفا كليا للشمس غدا إن شاء الله، فهل هناك وقت معين لصلاتها في جماعة أم من رآها يصلي بمفرده وجزاكم الله خيرا؟ نعم، كما سمعتم أنه إذا حصل الكسوف فإنها تصلى صلاة الكسوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل، فعلها جماعة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه جماعة، وله أن يصليها وحده، له أن يصليها وحده، ولكن صلاته مع الجماعة أفضل. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في سندها مقال كثير يبطل الاحتجاج بها بالسند، وأيضا هي مخالفة للصلوات المشروعة، هي مخالفة في صفتها للصلوات المشروعة، لأن فيها القراءة في الركوع والسجود، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة، عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وهي فيها قراءة وفيها صفة غريبة خالفة للصلوات المشروعة،
الصلوات المشروعة ولله الحمد فيها غنى وفيها بركة، إذا حافظ عليها الإنسان، صلاة الضحى، صلاة الليل، الصلوات المطلقة صلي الإنسان إذا تيسر له من ليل أو نهار، يصلي نوافل على ما ورد بالصفة الواردة الصحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أننا نبحث عن الأشياء الغريبة ونظهرها وهي غريبة ومخالفة للمشهور من ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا غير، هذا غير لائق. نعم. يقول السائل: هل تحية المسجد واجبة أم مستحبة؟ تحية المسجد مستحبة، ليست لا يجب إلا الصلوات الخمس، قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما بين صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس للأعرابي، قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. نعم. يقول السائل: هل نواظب على صلاة الضحى كل يوم أم نتركها ونصليها أحيانا؟ إن واظب عليها كل يوم فلا بأس، وإن صلاها يوم وتركها يوم فلا بأس، لأن بعض العلماء يرى أنها تصلى يوما بعد يوم، لكن لو صلاها كل يوم وحافظ عليها أحسن. نعم. يقول السائل: هل في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح؟ لا، يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة، يستعيذ بالله ويسمي ويقرأ الفاتحة، وليس فيه استفتاح. نعم. ويقول: وهل دعاء الاستفتاح في صلاة القيام في كل تسليمة؟ نعم، الاستفتاح إذا كان الإنسان يصلي وحده إنه يستفتح مع كل تسليمة، أما إذا كان يصلي مع الإمام والإمام يقرأ بعد التكبيرة على طول ولا يمكن يستفتح، فإنه يستمع للقراءة، لقراءة القرآن، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. يقول السائل: من المعلوم أن الصدقات حرمت على آل البيت، وقد كان لغرض لهم من بيت المال، والآن هل يجوز لفقرائهم أن يأخذوا من أموال زكاة أغنيائهم؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم منها وقال إنها أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، الرسول يقول لا تحل وحنا نقول تحل، لا، ما يصلح هذا، يقول لا تحل، ولكن عليهم أن يطلبوا الرزق من غير الطريق هذا، يطلبوا الرزق من الوجوه الأخرى. نعم. يقول السائل: أنا شاب أعمل في محل بيع ملابس نسائية، وفيها ما هو محتشم وفيها ما هو غير محتشم، وهذا المحل فيه اختلاطا، هل عملي في هذا المحل يجوز أم لا، علما أني من عائلة متوسطة الحال، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ إذا كان المحل فيه منكرات كما ذكرت، فيه منكرات، فيه بيع أشياء لا تجوز، وفيه النساء يحصل منهن منكر، فلا تبقى في هذا المحل، اطلب العمل في مكان آخر، اطلب الرزق في غير هذا المحل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. يقول السائل: لي أخت تزوجت على رجل هندي غير مسلم، وأنجبت منه ولد وبنت وهما غير مسلمين، علما بأن أختي مسلمة وتقيم الصلوات الخمس، وهي الآن في دولة غير مسلمة في الدولة التي تربت فيها منذ طفولتها، فما حكمها؟ وهل يجوز لي أن أظهر على بنتها وبنات بنتها؟
لا يجوز تزوج المسلمة من الكافر، العقد غير صحيح باطل. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، فهذا العقد باطل. أما البنات فهن بناتها ما دامت ولدت هؤلاء البنات، الولد ينسب لأمه فهن بناتها وأنت محرم لهن لأنهن بنات أختك، لكن لا تبقى مع الكافر، يجب الفصل بينهما في أسرع وقت ممكن. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز الطواف بالبيت في اليوم أكثر من 7 مرات؟ نعم، يجوز الطواف بالبيت تطوعا بدون تحديد، 7 مرات أو 10 أو اللي تيسر بدون تحديد. قال الله جل وعلا: مطهر بيتي للطائفين والعاكفين الركع السجود. بدأ بالطائفين لأن الطواف من اختصاص البيت، ما هنا طواف على وجه الأرض إلا بالبيت العتيق، لذلك قدم الطواف على غيره من العبادات. فالطواف بالبيت عبادة عظيمة يكرره المسلم، لكن مع الزحام الشديد، مع الزحام الشديد ما يتيسر للإنسان أنه يطوف إلا بمزاحمة وبخطر، فبإمكانها أنه يتحين الفرص التي يخف فيها الزحام ثم يطوف. نعم. يقول السائل: أخذت من زوجتي ما يعادل 50 جرام ذهبا وبعتها بمبلغ 2200 جنيه، وأريد إرجاع ما أخذته، فهل أرجع وزنه ذهبا أم القيمة؟ وهل يدخل هذا في الربا؟ وجزاكم الله خيرا. هذا حسب طلبها هي، إن طلبت منك الذهب أن ترجع لها الذهب فأن تشتري لها ذهب وترجعه عليها بالوزن، بوزنه من غير زيادة، وإن رضيت أنها تأخذ القيمة فلا بأس بذلك، وليس هذا من الربا، هذا من الصرف، هذا يعتبر من الصرف. نعم. يقول السائل: هل 1000 ريال سعودي تبلغ نصابا إذا حال عليه الحول؟ وإذا كان نصابا فكم المقدار الواجب فيه بالتحديد بالريالات؟ نعم، 1000 ريال سعودي فيها أكثر من النصاب، فيها الزكاة، وفيها 25 ريال، 1000 فيها 25 ريال، يعني ربع العشر. نعم. يقول السائل: وهل الأموال التي تجمع لبناء سكن أو بناء مسجد للحي فيه زكاة؟ الأموال التي تجمع لبناء مسجد أو لبناء مشروع خيري، إن كانت هذه الأموال من أوقاف أو من وصايا فليس فيها زكاة، إن كانت من أوقاف، مجموعة من أوقاف أو من وصايا لأموات ليس فيها زكاة. وأما إن كانت مجموعة من متبرعين، مجموعة من متبرعين، فالمتبرعون يزكونها ما دام لم تنفذ وما زالت مرصودة ولم ينفذ البناء، فزكاتها على أصحابها. نعم. يقول السائل: أهل بادية يقيمون في مكان معين مستوطنين ببناء أكثر من 40 رجلا، ومدة إقامتهم أكثر من 7 أشهر، ولكن في زمن الأمطار يرتحلون طلبا للقطر والكلأ ويرجعون بعد 2 شهر تقريبا إلى مكانهم،
هل عليهم إقامة الجمعة مدة إقامتهم؟ وإذا لم تجب عليهم فما حكم صلاتهم في السنين الماضية التي صلوا فيها الجمعة؟ إذا كانوا جعلوا هذه المباني محل إقامة لهم، استوطنوها تعتبر بلدا لهم، ولكنهم في وقت القطر ووقت الرعي يذهبون بمواشيهم تبعا لمواطن الخصب، ثم يرجعون إلى هذا البلد يقيمون صلاة الجمعة لأن هذا استيطان. لكن إذا ذهبوا لرعي مواشيهم في البر ليس عليهم جمعة، في حالة ذهابهم للرعي ليس عليهم جمعة، إذا عادوا إلى هذا البلد فإنهم يصلون الجمعة. نعم. يقول السائل: ليس في بلادنا علماء بمنهج السلف ولا طلاب علم، ولا يوجد لدينا إلا كتب وأشرطة، ومع هذا مضايقات على مظهر اللحية ورفع الثوب فوق الكعب، ومع هذا كيف نطلب العلم الشرعي وجزاكم الله خيرا؟ طلب العلم الشرعي أنكم تسافرون للبلد الذي فيه علماء أو فيه مدارس وجامعات شرعية، تسافرون تطلبون العلم أينما وجد، بقوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأنتم احرصوا على أن تذهبوا إلى البلاد التي فيها تعليم شرعي على أيدي العلماء واطلبوا العلم، فإذا رجعتم إلى بلدكم انشروا الخير والدعوة فيه لعل الله أن ينفع بكم وينقذ بلدكم مما فيها من الجهل وما فيها من ما ذكرتم، يكون هذا على الإصلاح يكون على أيديكم. أما أنكم تجلسون في بلدكم على جهله وعلى شره ولا أحد يسافر لطلب العلم هذا لا يجوز، الذي يقدر على المسافر لطلب العلم يجب عليه ذلك. نعم. يقول السائل: رجل احتجم في نهار رمضان جاهلا بالحكم، فماذا عليه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. عليه القضاء، يقضي اليوم الذي حجم فيه، يقضي اليوم الذي احتجم فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. يقول السائل: توفي والدي، تزوجت والدتي بالعقد الشرعي ولكن بدون ولي، مع العلم يوجد لديها أخوين وأولاد، هل يجوز هذا العقد؟ يجدد العقد، هذا العقد فاسد، بدون ولي يكون عقدا فاسدا، فيجدد، يجدده وليها، يعقد لها. نعم، عقد جديد. يقول نعم. يقول: هل يجوز أن أكون ولي لأمي في حالة عدم جواز ولاية الولد لأمه؟ نعم، الابن ولي لأمه، الابن ولي المرأة هو أبوها أو جدها أو ابنها أو ابنها أو أخوها من الأبوين أو من الأب، أما الأخ من الأم ليس وليا، الأخ من الأم ليس وليا لها، ابن عمها أخو أبيها، عمها أخو أبيها، أو ابن عمها، يعني بقية العصبة، بقية العصبة هم أولياؤها. أما جدها لأمها أو خالها أو أخوها لأمها فهؤلاء من ذوي الأرحام ليس لهم عليها ولاية. نعم. وإذا لم يوجد لها ولي من عصباتها فإن المحكمة الشرعية تتولى العقد لها. نعم. يقول السائل: هل إعلان النكاح واجب أم مستحب؟ وكيف يكون للمرأة الكبيرة
التي لها 60 عاما. نعم. يقول: هل إعلان النكاح واجب أم مستحب؟ وكيف؟ نعم، إعلان النكاح واجب، لا بد منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح، أعلنوا هذا أمر، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. فالإعلان يكون بالولي والشهود، هذا من الإعلان، وكذلك يكون بإقامة الوليمة، إقامة الوليمة بمناسبة الزواج، ويكون بالضرب عليه بالدف. كل هذه من أنواع الإعلان للنكاح. بقية السؤال. يقول لا، يعني يسأل: المرأة التي لها 60 عاما هل يعلن عليها؟ يعني تزوجت ولها 60 عام. نعم. من يبيها وهي لها 60 عام؟ لكن إذا وقع هذا وتزوجت، نعم يعلن النكاح، لا بد أن يعلن النكاح، ولو لها 100 سنة يعلن النكاح. نعم. يقول السائل: ما هو حكم التخلف إلى الحج بدون تأشيرة، وهل حجه صحيح أم باطل؟ ما يجوز للإنسان يعرض نفسه للخطر والمسؤولية، لابد يمشي مع النظام المصرح به أسلم له، لكن لو أنه خالف فقد أخطأ، ولكن حجه صحيح إذا أدى المناسك على الوجه المطلوب يكون صحيح، لكن أخشى أنه يتعرض لعقوبة أو أنه يمنع من الحج بعد ما يحرم، يمنع كما يحصل هذا كثيرا. فكونه يمشي مع النظام أسلم له وأبرى لذمته. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم وضع المظلة فوق الرأس أثناء الطواف للمحرم؟ يعني أي نعم، لا بأس أن المحرم يضع فوق رأسه، يرفع فوق رأسه شيئا يظلل عليه، مثل الشمسية. أو النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم ضربت له الخيمة بنمرة وجلس تحتها صلى الله عليه وسلم، استظل بالخيمة، ولما كان يرمي جمرة العقبة يوم العيد ظلل عليه بثوب عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الظل غير ملاصق للرأس، إذا كان الظل غير ملاصق للرأس اللي يتظلل به الشمسية أو الشيء الذي يستظل به غير ملاصق، فلا بأس بذلك، إذا كان مرتفعا عن رأسه فلا بأس. نعم. يقول السائل: ما هو حكم الإمام الذي يقلد المقرئين علما بأنه بدون تكلف منه؟ إيش؟ يقول: ما هو حكم الإمام الذي يقلد المقرئين علما بأنه بدون تكلف منه؟ تقليد المقرئين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يقلدهم في ضبط القراءة وقواعد القراءة، هذا طيب، هذا جيد، يقلد في ضبط القراءة وأحكام التجويد. القسم الثاني أن يقلدهم بالصوت، هذا لا ينبغي أنه يقلدهم بالصوت، يعني يصوت مثل صوت فلان، هذا لا ينبغي، ينبغي أنه يقرأ بصوته الذي أعطاه الله إياه، ولا يجعل صوته مثل صوت فلان يحاكي واحد من الناس أو قارئ من القراء يحاكيه بصوته. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أتزوج امرأة تزوج امرأة نفسها بنفسها؟ نعم. هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها بنفسها؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبطله ونهى عنه، وقال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج غيرها، لا بد من الولي، لا نكاح، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي،
وشاهدي عدل. نعم. تتمة السؤال يقول: علما أن والدها لم يقبل لها الزواج من أحد. لا، ما تزوج نفسها، وإذا امتنع والدها من تزويجها وتضررت بسبب ذلك فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي يتولى هذا الشيء، محكمة. نعم. يقول السائل: لو كان الإمام على المنبر هل يصلى تحية المسجد؟ من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس قال له: قم فصلي ركعتين. إذا دخل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن يخفف الركعتين بقوله صلى الله عليه وسلم: وليتجوز فيهما، يعني يخفف. نعم. يقول السائل: لدينا شركة للتجارة العامة تعامل مع شركة بيع الإطارات والبطاريات، وقد حصل بيننا اتفاق بطلبنا على أن نكون وكليهم الواحد في منطقة معينة، مع العلم أنه يوجد فيها تجار كثر كانوا يتعاملون مع نفس الشركة مباشرة، وطلبنا من الشركة أن لا تبيع لهم بضائع معينة التي حصلنا عليها التوكيل من قبلهم حتى يتسنى لنا أن نقوم ببيع البضائع عن طريقنا فقط في بلادنا. السؤال: ما حكم الشرع من هذا الصنيع؟ وهل هذا من الاحتكار المحرم شرعا؟ وهل ثمة فرق بين إذا طلبت الشركة منا أو طلبنا منها؟ وجزاكم الله خيرا. أما الشركة إذا طلبت منكم أنتم أنكم تتولون بيع منتجاتها فلا بأس بذلك، أما أنكم أنتم تطلبون من الشركة أنها توحد البيع عندكم وتمنع الآخرين هذا لا يجوز. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب، لا يبع حاضر لباد، لأن هذا يضر السوق ويضر الناس الآخرين. الحاصل أن الشركة إذا جاءت إليكم وقالت: بيعوا منتجاتنا ولا نريد أن يبيعها غيركم، هذا لا بأس، أما أنكم أنتم تطلبون هذا فهذا فيه تضييق على المسلمين وإضرار بالمسلمين، ولا يجوز لكم هذا. وأما أنه احتكار، لا، هذا ليس من الاحتكار. الاحتكار إنما يكون في القوت، يكون في الأقوات، طعام والشراب والأشياء التي الناس يحتاجون إليها. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة التي تزوجت على الرجل الهندي، يعني السؤال، أن تظهر على أولادها النصارى؟ أولادها، نعم، أولادها التي ولدتهم، التي ولدتهم هم أولادها وأبنائها، هم محارم لها ولو كانوا كفارا، ما دامت ولدتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فهم أولادها. نعم. يقول السائل: لكن ليس لهم عليها ولاية، إذا كانوا كفارا فليس لهم عليها ولاية، لا يعقدون لها النكاح ولا يتولونها، إن الله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم اتخاذ المسجد طريقا كأن يمر فيه الإنسان من أجل أن يختصر الطريق؟ لا بأس بذلك إذا لم يسئ إلى المسجد وإنما يعبر الطريق، لا بأس. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. حتى الجنب والحائض يجوز أن يدخلا المسجد للعبور مع الطريق أو لأخذ شيء، لأخذ حاجة من المسجد، لا بأس بذلك. نعم. يقول السائل:
ما هي ضوابط هجر أهل البدع؟ نعم، البدع الكبيرة المخالفة إذا أصروا عليها يجب هجرهم، يجب هجرهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: ما هو حكم إيداع الأموال في بنك وأخذ الفوائد عليها؟ هذا تعامل بالربا، هذا تعامل بالربا صريح، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وقال ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لا يجوز أخذ الفوائد الربوية، حرام على المسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كثر السؤال من الإخوة المعتكفين في المسجد الحرام عن استخدام الكهرباء الموجودة في الحرم لشحن الجوال، هل في هذا شيء؟ أنا قلت فيما سبق: استأذنوا من الرئاسة، من رئاسة شؤون المسجد الحرام، استأذنوا منها، إذا أذنت فلا بأس، إذا لم تأذن فلا يجوز لكم هذا. نعم. يقول السائل: رجل أراد أن يتوضأ فلم يجد الماء فنزل المطر فأصاب جميع أعضاء الوضوء مع أنه نوى الترتيب والوضوء، فما الحكم؟ المطر ما يكفي، إذا كان ماء يصب من بزبوز أو يصب من مرتفع وعرض أعضاءه له بالنية مع نية الوضوء فلا بأس، أما نقط المطر ما تكفي هذه للوضوء. نعم، لأنها ليست كثيرة. نعم. يقول السائل: هل يستحب للمسافر أن يأتي بالسنن الراتبة؟ المسافر الذي يقصر الصلاة لا يأتي بالسنن الرواتب إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفرا، أما السنن الرواتب مع الظهر مع العشاء فهذه يتركها مع العصر، العصر ليس له راتبة، العصر ليس له راتبة، لكن مع الظهر مع المغرب مع العشاء هذه يتركها. نعم.